مشكل ما عندنا ما تحرك بعيد. يا حوري يا مردوان هيا فرحه علينا نومي انظروك علي ولاي الصداع الله يكمل عليكم بالخير يا رب. دابا غايقول لكم عاوتاني انا درت ندوه انتم قدامكم عيط ليكم شايفاكم عيط لشي واحد فين تلاقيتوني تلاقيتوني في المحكمه هما غايقول لك راه مشات وجمعت عليها ودارت عاوتاني اش تعرفوا الظلم الله يسمح لنا من الوالدين يا ربي الحمد لله يا رب 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 العشرة عندها نساء ايه والديك انت ما بغا بغيت نغني حتى شي حتى الصوت ديال مو الصوت 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 صوتي انا صالح للغوات ما عرفت بين هو صالحش للغنى يا اختي ما فهمتش انا ما فهمت توزع انا ما عندي صوت بحال الناس ما فهمتش ما فهمتش هاي الشهرة ولكن اش غندير ما عندي ما ندير انا اختي تعرف ربي الولاد تعرف ندير حتى حاجة هذيك ما كتعرفي ليش شوفي من الاخر شوفي شوفي الشيخه تراكس واخا ما عندها لا صوت لا والو نافعها من الاخر ديالها نافعها واخا ما عندها لا صوت لا والو ها خلاها شيخه ومغنيه وباترونه ودخلت ديري بحالها شدت بعدا بلاصتها التشيخ بعدا شدت البلاصه ديال التشيخ ماشي بحالي انا اختي انا ما عرفتش في طلونسا ما عرفتش واش نمثل ولا نولي الشيخه ولا نمشي نغسل الاموات ما عرفتش شنو غندير ما عرفتش ما عرفتش حد الان تنقلب على الموهبه ديالي باقا ما لقيتهاش يا خاصك الحبس انت انا تبان لي الموهبه ديالي هذه الاولاد ما كاين ولد 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 انا راه نساعد الدوله باش نولد لهم الاجيال اللي خاصهم يخلصوا وحق الله بغيت نطيحي بلا رياح ونغيب ونوض ونعرف شنو هو المشكل واش واقع وحق الرب بغيت نعرف شنو هو المشكل شنو واقع دابا شنو هي التهم موجهه ليا ميمي مسكينه كتشطح وكتبرد على قلبها قبل ما تشد you
كيكون زوين في اللون لكن في الخط ليكم انا خويا اللي كنعتبره بحال ولدي يعني عارفه شنو كيبغى شنو ما كيبغيش وانا عزيز عليه عارفه راسي عزيز عليه داك النهار كان مريض والله ما قال لي نجي باش هذاك قلت له اجي حدايا انا كنبقى نضحك وفهمتي مريض ما فهمتش بقى قلت لي اجي زعما تخالف معايا وبحكم اصلا عندي نموسيه غادي الواحد كل شيء باش حدايا يتخالف معايا واش انا باش حدايا راه عادي اخويا صافي قلت لي اجي حدايا صافي كنا في الليل خالقين كنضحك معاه هذيك نوريه هذيك نوريه هذي صورت فيديو لحتو سديت الباب حتى انا ما كنحمش اللي كيصدعني فهمني كي ما عرفتش فهموش هذاك موضوع اخر ما كنحمش اللي يحل عليا ويفيقني موضوع اخر هذاك ما علينا صافي لحتو في تيك توك نتهدم واش ساليت ولا باقي شنو درتو قمه الوسخ قمه ما عرفتش قمه بنادم كلخ بالمعقل يوك شفاره مامي ولا انا في الجو كما طيب الفرافير شطا طيب الموش الطابه جري غير كلش كي جوك لا ويلي كاع هادو جمعوا لك واحد يعني الصراحة ما كاينش شي وحدة غادي تنساك في الرأي ديالها من غيرك قولي لا ما قاعدة هذه كملات دابا هادو غير طيروا كنبداو نطلعوا الفوق ها بس حيت شحال هادي مفرفرت مفرفرتي دابا غادي تفرفر اختي بعد الفرافير ولا مو فرفيرة فرفيرة لك اختي ويقطع لك خوات من البيت هذه كتنمر على راسها قبل ما يتنمروا عليها